مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف الأولى. والضيف ديالنا اليوم هو السيد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل. السيد مخارق، مرحبا بكم ومرحبا بالضيوف ديالكم اللي حاضرين معنا. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيتي جني والأخت فراء على استضافة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل. تحية للمشاهدين والمشاهدات، تحية لإخواني المناضلين ديال الاتحاد المغربي للشغل عبر التراب الوطني اللي كيتابعونا حاليا، ثم تحية لإخواني وأخواتي ممثلين القطاعات المهنية والمدن اللي حاضرين معنا هنا. وكما تلاحظون لم أستدعي لا وزير ولا رئيس حزب، بل جعلتها حلقة للعمال والعاملات وحلقة نقابية بامتياز. شكرا سيد مخارق. وبهذا الموسم الجديد غادي يكونوا معنا في كل حلقة صحفيين أو صحفيات اللي غادي يشاركونا في تنشيط هذا البرنامج. واليوم في هذه الحلقة يسعدني أن تكون معي الصحفية المتألقة الأستاذة فرح ساعف، صحفية بمديرية الأخبار للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، اللي غادي تشاركنا في تنشيط هذا البرنامج. شكرا أستاذة فرح. شكرا سيتي جيني. مساء الخير. مساء الخير مشاهدينا الكرام، ومرحبا بضيف الأولى سي الميلودي مخارق. سي الميلودي المخارق، أنتم كشخصية معروفة في الساحة السياسية وفي الساحة النقابية والوطنية بصفة عامة، ولكن لا بأس إلا سمحتوا نذكر بعض التواريخ، واحد موجز، نبدأ موجزة عن الحياة ديالكم للمشاهدين الكرام. نذكر أنتم من مواليد 1950 بمدينة الدار البيضاء، حائز على شهادة الإجازة في الحقوق، خريج السلك العالي للمعهد العالي للتجارة وتدبير المقاولات، كنتم إطار ومدير لمؤسسة كوينيا، التحقتم بالعمل النقابي في إطار الاتحاد المغربي للشغل في 1975. من بعد أنتم المؤسس ديال الجامعة الوطنية للتكوين المهني، وانتخبتم عضوا للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في 1989، ومن بعد تم إعادة الانتخاب ديالكم في 1996. انتخبتم أيضا عضو بمجلس المستشارين هيئة المأجورين خلال الفترة ما بين 1997-2015، وانتخبتم أمين عام الاتحاد المغربي للشغل لأول مرة في 2010، وتمت الإعادة ديال الانتخاب ديالكم كأمين عام دائما في 2014. أنتم عاشرتوا مجموعة ديال الوزراء الأولين ورئيس الحكومة، من السي عبد الكريم العمراني، عبد الرحمن اليوسفي، سي عباس الفاسي، سي عبد الإله بن كيران، سي إدريس جطو إلى آخره. غادي نتكلموا على هذا الشيء من في إطار النقاش ديالنا. ونذكر نهاية المطاف أنه تحت القيادة ديالكم الاتحاد المغربي للشغل تبوأ في الانتخابات الأخيرة لسنة 2015 المرتبة الأولى في كل القطاعات المهنية، القطاع الخاص والقطاع العام والجماعات المهنية، وتحت القيادة ديالكم دائما أحرز الاتحاد المغربي للشغل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس المستشارين عن هيئة المأجورين، وحصلتوا على 7 ديال المقاعد، وأصبح عندكم فريق برلماني لأول مرة. غادي نناقشوا هذا الشيء كامل، لأن كاين ما يتقال في النقابة ديال الاتحاد المغربي للشغل، خاصة أنكم كتخلدوا الذكرى 62 هاد السنة. مع الزميلة فرح ساعف غادي نتناولوا هاد الشيء كله، ولكن إلا سمحتوا يعني في البداية المحور الأول غادي نطلب منكم الرأي ديالكم في بعض القضايا الآنية. نبداو يمكن البارحة تم تقديم أمام جلالة الملك مشروع إحداث مدينة محمد السادس طنجة تك، استثمارات أجنبية ضخمة اللي غادي تستثمر في هذا المشروع، وغادي يتم إحداث تقريبا شي 100,000 منصب شغل. بالطبع هذا مشروع ضخم كيجي كتتمة لمجموعة ديال المشاريع اللي كيدشنها صاحب الجلالة نصره الله في مجموعة من القطاعات. وبالطبع مدينة كطنجة فهي مدينة اقتصادية، ولربما ستصبح في المستقبل القريب المدينة الاقتصادية الأولى في المغرب. فنتمن عاليا هذا المشروع وما يقوم به جلالة الملك، لأن عنده انعكاس مباشر على الشغل وعلى عالم الشغل وعلى إحداث المناصب ديال الشغل للمغرب، حاجة بها كبيرة بزاف. نقطة ثانية، جلالة الملك استقبل مؤخرا السيد سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وكلفوا بتشكيل الحكومة المقبلة.
اولا حنا في الاتحاد المغربي للشغل نسجل عاليا المنهجيه الديمقراطيه اللي تعطى بها صاحب الجلاله على تعيين السيد سعد الدين العثماني، خلافا لما كان يروج ويقال ان هناك محاوله للانقلاب على هذه المنهجيه. فجلاله الملك بحكمته وتبصره من بعد ما السي عبد الاله بن كيران اخفق باش يشكل الحكومه ديالو في خمس شهور عجاف، من بعد 5 سنوات عجاف اللي عشناها مع الحكومه المنتهيه ولايتها. فكنتمناو للسي سعد الدين العثماني، اولا كنهنيه باسم الاتحاد المغربي للشغل، ثم كنتمنى له باش يشكل الحكومه ديالو في اقرب الاجال، لان من يعاني من هذا التاخير في تشكيل الحكومه فهي الطبقه العامله المغربيه والمقاوله المغربيه، لا من الناحيه الاقتصاديه ولا من الناحيه الاجتماعيه. كيفاش عشتوا هاد 5 شهور ديال تشكيل الحكومه اللي تعثرت فيها تشكيل الحكومه؟ كما قلت فهي 5 اشهر قاسينا فيها الكثير. اولا على المستوى الاقتصادي، نعم، البلاد كانت في حاله وقوف، فكما كتعرفوا القانون الماليه ما غير مصادق عليه، يلا الميزانيه ديال التسيير كتسير بما يسمى بالمراسيم بلو ان دوزيام، بينما الاستثمار موقف، فلا مدرسه ولا مستوصف ولا منشأة اجتماعية تم. سي مخارق في هذا الاتجاه، ونحن نتحدث عن تأخير في تشكيل الحكومة، تحدثتي عن الكلفة السياسية لهذا التأخير والعطالة الدستورية التي أدخلت المغرب بأكمله إلى ما يشبه غرفة انتظار، تحدثتي كذلك عن الكلفة الاقتصادية التي لم يفصح عنها أي طرف، وتعلمون سي مخارق حساسية مناخ الأعمال وتأثر بالأزمات السياسية، تحدثت كذلك عن الكلفة الاجتماعية، وكتعرفها سي مخارق بأن المجموعة من المؤسسات العمومية الآن متوقفة بسبب غياب قانون المالية. هذا يطرح تحديين أمام الحكومة المقبلة. التحدي الأول هو كيف يمكن أن تتدارك الحكومة هذا التأخير، وهذا يطرح عنصر الانسجام بين مكوناتها. التحدي الثاني، المغرب كما تعلمون سي مخارق مقبل على معارك دبلوماسية كبيرة وكثيرة على مستوى الاتحاد الإفريقي، على مستوى مجلس الأمن، على مستوى شركائه الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي. هل يمكن اليوم أن تتجاوز أو يتجاوز الفرقاء السياسيين الحسابات السياسية الضيقة، وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق مصلحة الحزب، وأن يستغنوا عن منطق الفوز والخسارة في تشكيل الحكومة؟ تماما، قلت بأن كانت هناك كلفة اقتصادية، لأن كما تعلمون الإدارة هي اللي كتشغل المقاولة من خلال الصفقات العمومية، نعم. فكان جمود، وبالتالي الاقتصاد الوطني كان موقف. هذا عنده انعكاس اجتماعي على المقاولة وبالطبع على الطبقة العاملة والمأجورين. لنا إحصائيات في مدينة الدار البيضاء، مجموعة من المقاولات قلصت ساعات العمل، نعم. مما يعني بأن الأجور ديال العمال هودوا، قلصت من العمال، تصريح العمال، تصريح العمال قلصت منهم بنسبة تتراوح ما بين 10 و25%. ويمكن لي نقول لكم هناك مقاولات أغلقت الأبواب ديالها بسبب الأزمة الاقتصادية. هذا الشيء كل شيء الناس اللي كانوا كيتفاوضوا من أجل تكوين هذه الحكومة، نظرا لحسابات كنقولوا لها سياسوية وضيقة وكسب مناصب وزارية لا يراعون المصلحة العليا للبلاد. فها أنتم رأيتم 5 أشهر من المساومات العلنية والسرية ولكن ما وصلت حتى لشي نتيجة. فالبارح المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، وكان سبق لنا بتاريخ 1 فبراير أن صدرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، نعم، بيان في شكل نداء إلى جميع الأحزاب السياسية
من أجل تجاوز الخلافات ديالها الضيقة وتشكيل حكومة من أجل المصلحة العليا للبلاد. والبارح بمناسبة الذكرى 62 ديال تأسيس الاتحاد المغربي للشغل اللي خلدناها في مجلس وطني كبير وعظيم حضروا جميع المناضلين. ما كاين مشكل. اللي مهم هو صدرنا بيان اللي كان طالبوا الأطراف عاود تاني مرة أخرى من بعد التعيين ديال السيد سعد الدين العثماني باش يتجاوزوا الخلافات ديالهم الضيقة والحسيبات وتكوين حكومة في أقرب الأجل. ولكن إذا سمحتي لي يا الأستاذة، ماشي أي حكومة يؤكد، وغنقرأ لك النص كما جاء، أن أي حكومة لا تضع في اعتبارها المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية سوف لا تحظى ولن تحظى بثقتها وبالأحرى مساندتها، ومن ثم فعلى الحكومة المقبلة أن تدخل في برامجها تلبية مطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين والفئات الشعبية. نعم، في الوقت الذي كان يعرف المغرب ما يشبه عطالة دستورية وتوقف المؤسسات وكل ما تحدث عنه السي مخارق، عاد المغرب من الباب الواسع إلى الاتحاد الإفريقي، والآن المغرب يستعد للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. هذه التحديات أو هذا الانتصار الدبلوماسي يحسب الدبلوماسية الملكية. السؤال الآن، هذا يسائل الدبلوماسية الموازية، ومن ضمنها الدبلوماسية النقابية، يعني دوركم كنقابة سي مخارق في ظل التغيرات والسياق الإقليمي والدولي. تعلمون أن الوضع الآن في القرقرات وضع صعب جدا، تعلمون أن هناك أزمة انتقال السلطة في الجزائر، تعلمون أن المغرب يعني مقبل على مجموعة من التحديات. هناك تقرير الذي سيرفعه الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن حول الوضع في الصحراء المغربية. هناك كذلك من سيخلف كريستوفر روس، وتعرفون حساسية هذا المنصب بالنسبة للمغرب. في ظل هاد التغيرات، انتوما كنقابات كيفاش غتستثمروا علاقاتكم الخارجيه للدفاع عن مصالح المغرب؟ وكتعرفوا ما حدث مؤخرا في كولومبيا عندما حاولت البوليزاريو في اطار محاوله التشويش انها تنال العضويه الكامله وفشلت. انتوما كنقابات اشنو عوالين ديروا؟ اولا كنبغي نسجل ونتمنوا عاليا العوده ديال المغرب القويه لمكانته الطبيعيه والتاريخيه داخل هياكل منظمة الاتحاد الإفريقي. وأكدوا المجلس الوطني ديالنا البارح. فلا ننسى ما الأسباب ديال الخروج ديال المغرب من ما كان يعرف آنذاك فلوية منظمة الوحدة الإفريقية، أقحمت كيان صوري في هذا التنظيم الإفريقي. فكان من الطبيعي باش المغرب يغادر هذه المنظمة اللي عطى عليها الكثير واللي احتضن مجموعة ديال المؤتمرات. وكان من المؤسسين ديالها. وكان من المؤسسين ديالها. وحنا كاتحاد مغربي للشغل. كذلك ماشي غير حيت غادرت الدولة رسميا، حتى حنا كنا كننتميو لواحد المنظمة اللي اسمها لوزا. نعم. لورغانيزاسيون دو لونيتي سانديكال افريكان. أقحمت كيان نقابي صوري تابع للبوليزاريو. نعم. فالاتحاد المغربي للشغل بوطنيته انسحبنا من هذا التنظيم النقابي للخصوم ديال الوحدة الترابية ديالنا، وخاصة الجزائر تمول هذه التنظيمات، ومشينا لمنظمة أخرى اللي هي الاتحاد النقابي الإفريقي لسيسي أفريك، واللي احنا أعضاء فاعلين فيها. بالطبع الاتحاد المغربي للشغل معروف بالإشعاع الدولي ديالو، أولا مع المنظمات النقابية الصديقة والشقيقة، ثم في جميع المنتديات الدولية. الاتحاد المغربي للشغل عضو في الاتحاد الدولي للنقابات، اللي هو أكبر تجمع نقابي دولي، كيضم 185 مليون المنخرطين عبر العالم في من 305 المنظمة في 175 دولة. وما عمرنا ما سمحنا وعدة محاولات ديال الخصوم ديال الوحدة الترابية ديالنا باش يقحموا
واحد المنظمة نقابية اللي ما كنبغيش ندير لها الإشارة ونعطي سميتها هي تابعة للبوليزاريو. هل هناك معامل؟ هل هناك تنظيم نقابي في مخيمات العار ديال تندوف باش تكون منظمة نقابية اللي ما بغيش نسميها؟ دائما الاتحاد المغربي للشغل بوطنيته، وخصوصا في المؤتمر الأخير اللي كان في برلين، بحيث حاولوا يتكالبوا بعض النقابات اللي معروفة بالعداء ديالها. وأنا شخصيا كنت كنترأس الوفد المغربي اللي كان مكون من النساء ديال الاتحاد المغربي للشغل ومن الشبيبة العاملة ومن قيادة الاتحاد المغربي للشغل، وأفشلنا هذه المحاولة. ثم كذلك احنا أعضاء في العالم العربي، في الاتحاد النقابي العربي للمقر ديالو في عمان. واللي بالطبع القضية الوطنية ديالنا مقدسة. ما كاين شيء، ولو كاين الصديقة النقابة ديال الصديقة الجزائر، دائما خط أحمر القضية الوطنية ديالنا. ثم في إطار الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي اللي كيتكون من الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام لعمال الجزائر، الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد موريتانيا، مع عمال ليبيا، دائما القضية الوطنية فوق كل اعتبارات. فهذا دورنا الطبيعي، وما كنقوموش به منا على أحد. الاتحاد المغربي للشغل أسباب نزوله، أسباب الإنشاء، النشأة دياله في 20 مارس 55 فهو الدفاع على الوطن والمطالبة أنذاك باستقلال المغرب مهما كلفنا من ثمن. نعم. بقيك شي سؤال؟ تفضل السيد تشين. تفضل السيد تشين. البارح كان عندكم اجتماع ديال المجلس الوطني 20 مارس 2017، وفي 20 مارس 1955 كانت النشأة ديال الاتحاد المغربي للشغل. البارح المجلس الوطني الشعار ديال اللي اجتمعتوا عليه سميته 62 سنة من الكفاح والوفاء، ويستمر نضالنا من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. 62 سنة إلى الآن، كيفاش تقيموا العمل والإنجازات ديال الاتحاد المغربي للشغل للطبقة العاملة والشغيلة بالمغرب، وحتى المغرب بصفة عامة في السيرورة ديالو من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية؟ فعلا البارح خلدنا ذكرى من أعز ذكريات على الطبقة العاملة وعلى المناضلين والمناضلات ديال الاتحاد المغربي للشغل، ألا وهي ذكرى تأسيس الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس عام 1955. وللتذكير 55 كان باقي مازال المغرب تحت الحماية الفرنسية، وكان ممنوع على العمال المغاربة باش يأسسوا نقابتهم، بل إلا بغاو يدافعوا على أبسط الحقوق خصهم ينخرطوا في النقابات الفرنسية آنذاك اللي كانت عندها فروع في المغرب. فإذا كانت حماية سياسية وكانت حماية نقابية. فانتفض المناضلون الأوفياء وعلى رأسهم المرحوم المحجوب بن الصديق مع تلة من المناضلين، واللي كان العدد ديالهم ما كيفوقش 34 شخص، وأسسوا هذه المنظمة العظيمة العريقة في السرية وضد القوانين ديال الاستعمار، أسسوا الاتحاد المغربي للشغل. ليس من أجل المطالبة بالزيادة في الأجور، ولا التقاعد اللي البعض يتغنى به اليوم، ولا ولكن لمطلب واحد، ألا وهو استقلال المغرب وعودة العائلة الملكية من المنفى. نعم. وفعلا ما هي إلا شهور قليلة حتى أحرز المغرب على الاستقلال دياله، وبالتالي الاتحاد المغربي للشغل يعتبر جزء من حركة التحرير الوطنية، وبافتخار واعتزاز ساهمنا في تحرير واستقلال البلاد. سيتي جني 62 سنة من النضال، 62 سنة من الوفاء للمبادئ التي أسس عليها الاتحاد المغربي للشغل، ونضالنا مستمر من أجل كما قلتي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ما زال نضالنا مستمر من أجل الحرية، من أجل تثبيت حقوق الإنسان،
من أجل تثبيت الحريات النقابية التي أصبحت تنتهك وتداس في هذا الوقت، رغم دسترات ورغم وذلك على مسمعي وأمام تفرج السلطات الحكومية والسلطات العمومية. مازال مغرب العدالة الاجتماعية، مازال المغرب يسوده سوء توزيع الخيرات دياله. المغرب ليس بالبلد الضعيف، المغرب غني بثرواته المعدنية، بثرواته البحرية، بثرواته الفلاحية، ثم بأغلى ثروة وهي الثروة ديال الموارد البشرية، ولكن يسوده سوء النمو وسوء توزيع الخيرات، ولذا نضالنا مستمر من أجل مجتمع عادل ومتضامن. سي مخارق 62 سنة من النضال والوفاء الدفاع عن العدالة الاجتماعية وعن حقوق العاملين والعاملات، هذا شيء جميل ولا ينكره أحد، ولكن 62 سنة كذلك هي محطة باش نستحضروا اليوم الوضع ديال الاتحاد كأقدم نقابة في المغرب، وانت كتقود هالولاية الثانية. سي مخارق، مؤخرا ظهرت مجموعة من الأصوات من داخل الاتحاد تقول بأن، وهذا ليس كلامي وكنتمنى تفند هذه الادعاءات، هذه كتقول بأن الاتحاد تحول إلى وكالة لبيع الانخراطات، البطائق الانخراطات، تقول بأن هناك القرارات تتخذ بصيغة فوقية ودون الرجوع إلى القواعد وتحديدا اللجنة الإدارية. بعض الأصوات تتهمكم بممارسة، وهذا كذلك ليس كلام، التطهير النقابي في حق العديد من الأصوات المزعجة، وخصوصا التي تنادي بإخضاع مالية الاتحاد للافتحاص. كيف ترد على هذه الادعاءات سي مخارق؟ وهل الاتحاد اليوم بعد 62 سنة هو في صحة جيدة؟ الاتحاد المغربي للشغل في صحة جد جيدة، أكبر دليل وهما النتائج المحصلة عليها في الانتخابات ديال الممثلين المأجورين. نحن حصلنا على الرتبة الأولى في القطاع الخاص وفي القطاعات الاستراتيجية للبلاد، حصلنا على الرتبة الأولى في الوظيفة العمومية، حصلنا على الرتبة الأولى في الجماعات المحلية بواحد الفارق كبير، ثم حصلنا على الرتبة الأولى في المؤسسات العمومية، ثم واحد تجربة فريدة من نوعها وهو احنا اللي عندنا فريق برلماني. أقول فريق ليس مجموعة، فريق برلماني اللي كنبغي نحيي الإخوان والأخوات ديالي البرلمانيين اللي حاضرين معنا هنايا، واللي كيدافعوا على المصالح ديال الطبقة العاملة والجماهير الشعبية. بالطبع هذه منظمة جماهيرية، هذه منظمة ماشي سهلة، اللي أكبر منظمة في المغرب بل في العالم العربي وفي إفريقيا. بعض الأصوات الفيسبوكية وفي لي بوس أنونيم اللي كتقول بالطبع يقولوا اللي بغاو يقولوا. الاتحاد المغربي للشغل حينما، وهذه معروفة في السيرورة ديالنا، يطهر صفوفه من عناصر الفساد وعناصر الارتساء وعناصر الارتزاق، بالطبع لا يرقوهم هذا، وتراهم يشنون الحملات ديال البهتان والتزييف. فالأجهزة ديال الاتحاد المغربي للشغل تجتمع بانتظام الأمانة الوطنية وبطريقة ديمقراطية، اللجنة الإدارية وبطريقة ديمقراطية، وأكبر دليل وهو البارح كان إلزام حسب القوانين ديالنا باش نجمعوه كل 6 شهور، اجتمع وتزامنا مع الذكرى ديال 20 مارس. والإخوان ديالي بدأ الاجتماع مع 10 وسلم على 5، وكل طلب الكلمة وعبر عن الرأي دياله بالأكثر من هذا. كل شيء المتدخلين تمنوا عمل قيادة الاتحاد المغربي للشغل، كل المتدخلين دعموا قيادة الاتحاد المغربي للشغل وقالوا لها احنا معك. أما فيما يخص مالية الاتحاد المغربي للشغل، احنا عندنا لا دوبل سيناتور، اولا فرانك ما كيخرجش الا ما كانش لا دوبل سيناتور، ثانيا عندنا الكوميسيرو كونت، ثالثا عندنا الفيديسير ديالنا اللي متبع الحسابات ديالنا،
ثم كذلك كاين اللجنة ديال المالية اللي كتراقب بانتظام، ثم في المؤتمر كيطالعوا الوثائق كلهم. فعادي عادي حينما نطهر صفوف ديالنا وعارفينهم من كما قلت لك عناصر الارتزاق اللي كيبغيو يستعملوا العمل النقابي كمطية لتحقيق المآرب ديالهم، يشنونا ماشي هذه الاولى. راه عشنا هذا الاتحاد المغربي للشغل، راه عاش هذا الشيء من 60 نعم من 1960 وهذا الهجوم علينا، ولكن حنا مستعدين ليه، وراه يمكن لهم يبقاو اليوم وغدا وبعد غدا ما غادي يصوروا بالاتحاد المغربي للشغل والو. سي مخارق، كما قلت أنا شرط بينما الاتحاد المغربي للشغل تصدر الانتخابات الأخيرة ديال 2015 فيما يخص الانتخابات ديال القطاعات المهنية، ولكن للأمانة هي فعلا صحيح تصدرت الانتخابات كنقابة، ولكن للأمانة اللي تصدر الانتخابات هما المستقلين ولا منتمون تقريبا ب 17399 مندوب، أي ما يمثل 49.79%، في حين الاتحاد المغربي للشغل يلا حصل على 17.67%. كيفاش كتفسروا في الوقت اللي عندنا نقابات ونقابه عريقه بحال ديالكم اللي كتكلموا عليها اليوم، مازال باقي عندنا هذه الظاهره اللامنتمون والمستقلون اللي كيتقدموا للانتخابات النقابيه وكيفوزوا بالمرتبه الاولى، وشنو هو السر وراء ذلك؟ لا ما هذوك ما تصدروش الانتخابات، هذوك كيسميهم المؤلفات قلوبهم. الاتحاد المغربي للشغل هو من تصدر الانتخابات في كل القطاعات المهنيه. نحن لا بالمؤلفات قلوبهم سي مخالف. لك استاذه فرح تفضل. الله يفرحك. احنا ما كندعيوش باننا راحنا متواجدين في جميع الوحدات الانتاجيه، لا، ولكن نحن متواجدين في الوحدات وفي القطاعات الاستراتيجيه ديال البلاد، مثلا القطاع البنكي اللي كيضم 22000 ديال الموظف والموظفات. الاتحاد المغربي للشغل متجدر وله اتفاقيه جماعيه. القطاع ديال الموانئ، وما ادراك من الموانئ اللي هما الشرايين ديال الاقتصاد الوطني، كذلك الاتحاد المغربي للشغل متجدر. القطاع ديال الماء والكهرباء والتطهير، لذاك رضا الامانديس الى اخره، كاين 34 وكاله، كاين 18000 ديال الخدامه، كلهم 100% الاتحاد المغربي للشغل. كذلك القطاع ديال الانتاج ديال الكهرباء الطاقه لوينو، الاتحاد المغربي للشغل. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكنعرفوا الاهميه ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي بين قوسين من المنجزات ديال الاتحاد المغربي للشغل. الاتحاد المغربي للشغل هو من اسس انذاك مع حكومه كانت تقدميه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي كينعموا به دابا العمال والعاملات في القطاع الخاص. نعم. كذلك في قطاع التكوين المهني. طيب هذا الحضور ديالكم، ولكن كيفاش كتفسروا هذا اللامنتمون؟ هذا اللامنتمون من جايين؟ هذا اللامنتمون كاين في العالم كلهم بعدا، في جميع الدول وحده انتاجيه ما فيهاش تنظيم نقابي، كيديروا لي سونز ابارتونونس سانديكال لي ساس، اما كيديرهم الباترون كيجمع شي ربيعه وكيديرهم ديالو ديليغي ميزون، وبالتالي ماشي مهمين بالنسبه لينا حنا. سي مخارق، سي مخارق، هاد الناس اللي هدرتي وقلتي انهم مؤلفه قلوبهم، ربما هاد 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 الاحصائيه هادي ديال 49.79% كتبرز ربما ازمه العمل النقابي في المغرب، فرغم كثره الملفات ورغم كثره المعارك، دائما غالبا ما لا تتوحد النقابات وتختلف على مر السنوات. شاهدنا مجموعه من الانشقاقات ادت الى تفريخ النقابات، نقابه ونقابه، الى وصلنا الى العدد اللي وصلنا له اليوم. واش هذا ما كيعنيش بان النقابات في المغرب مع احترامنا لها تخضع النضال الى قانون العرض والطلب على حساب شكون كيقود الحكومه، واش اليمين ولا اليسار؟ واش هادشي ما كيعنيش بان هناك نقاط السؤال هو ان هناك نقاط تماس كثيره اليوم بين السياسي والنقابي تفسد وتفرغ العمل النقابي من محتواه ومن الروح ديالو. سي مخارق، اولا ما كاينش شي قانون كيلزم باش العامل ينخرط في النقابه، خلافا لبيي نورديك
اللي ما يمكنش العامل يستفد من الخدمات الاجتماعيه الا ما كانش منخرط. نعم. ثم هناك كاينه واحد الظاهره اللي غريبه في بلادنا، بدل بس السلطات العموميه تشجع العمل النقابي باعتبار المؤسسه النقابيه، ها انتم ترون ما نقوم به في ميدان الدبلوماسيه النقابيه دفاعا على بلادنا. نعم. ويمكن لي ناكد لكم وماشي كان منها بان مجموعه ديال النقابات الفاعله لدى حكومتها في مجموعه ديال الدول بسبب علاقتها مع الاتحاد المغربي للشغل تحترم الوحده الترابيه ديالنا على سبيل المثال. نعم. ولكن بدل ما تشجع السلطات الحكوميه والسلطات العموميه كنجمعهم بجوج العمل النقابي، تراهم يحاربون العمل النقابي بمختلف الوسائل، بمجرد تأسيس مكتب نقابي في شركة ما، يوم الأحد كيجتمعوا عندنا في البورصة، نهار الاثنين كيصبحوا مطرودين كلهم، هذا يشجع العمل النقابي؟ لا. أكثر من هذا، هناك فصل في القانون الجنائي اللي كنسميه الفصل المشؤوم. نعم. 288 من القانون الجنائي اللي يمكن لي نقول لكم كيعرض النقابيين والنقابيات ماشي غير للطرد، الى السجن والاعتقال والمتابعه، ويمكن لهم يتحاكموا من شهر الى سنتين سجنا. وهذا الفصل موروث من الاستعمار، موروث من الاستعمار اللي كانوا دايرينه باش يحاربوا النقابيين، لان عارفين النقابه واحد القوه منظمه وكبيره. فإذا هذا الفصل 288، أنا معايا دابا مجموعة من المناضلين والمناضلات، أنا كنعرفهم متابعين بمقتضى هذا الفصل، وكنشوف واحد الرفيق وواحد الأخ ديالي خضناه من أيدي القمع سينا، وكان غادي يتعاقب بسنتين سجن من أجل ممارسة العمل النقابي. إذا بدل باش يشجعوا العمل النقابي باش يتم، وكلتي واحد الكلمه عجبتني الله يرضى عليك، تفريخ النقابات، حنا كنسميوها تفريخ الدكاكين النقابيه، بدل ما تكون نقابه قويه مستقله عن الاحزاب السياسيه، مستقله عن الحكومه وعن ارباب العمل، نرى اما الاحزاب السياسيه غير كيتخلق حزب سياسي كيفرخ ذراع نقابيه، ماشي ذراع، يا ريت دكان نقابي من اجل استعمال بعض العمال والعاملات. ما كتبخسوش العمل النقابي السي مخارق، يمكن هذا الشيء بعض المرات ينتقدكم، يقول لكم كاين هيمنه ديال الاتحاد المغربي للشغل على العمل النقابي في المغرب، وهذا التحليل اللي كديروا يمكن كيزكي هذا الطرح. يعني ما اللي ماشي الاتحاد المغربي للشغل دكان نقابي، نحن دعاة وحده اولا. مع من؟ مع هاد النقابات اللي كاينين؟ غير بلاتي الاستاذ تيجني، انا تفضل. جيت عندك ساعه ونص دير بيا ما بغيتي وغادي نجاوبك. تفضل. وانا جيت باش نقول لك كل شيء كعادتي. ف كل حزب الا وكيخلق نقابته ماشي للدفاع عنها، على العمال، لتوظيفها في الانتخابات وعلى كل حال كزبناء، وبلا ما نقول الامثله. وانا قلت لك هذا الشيء بدا من عام 1960 حينما رفض الاتحاد المغربي للشغل تدجين دوميستيكي الطبقه العامله والاتحاد لفائده حزب معين، فرفضنا، فمن تماك بدا اول انشقاق. اذا الاحزاب السياسيه من اجل الزبناء، ثم السلطات العموميه. لا ننسى بان في واحد الفتره معينه عارفينها كلكم، العمل النقابي ونقابه منظمه موحده قويه تجعز، فترى السلطات العموميه كتدفع من اجل خلق نقابات، وعلى كل حال الدوام للاصلح. مادام كنا تمارسون السياسه، مبادئنا حنايا من دعاة الوحده، حنا وحدويين، لا يمكن في هذه الدنيا
لشي واحد يجي يقول لنا بان مصلحه الطبقه العامله في التفريقه ديالها وفي التشرذم ديالها. راه غير هذه الظاهره وصلنا لهذا الرقم المخجل ديال 34 بين باش ما نستعمل ديك الكلمه اللي ما بغيتيش هي دكان نقابي بالفرنساوية اوفيسين سانديكال نقول لك مركزيه نقابيه. علاش هذا الشيء ما كاينش في المانيا اللي كاينه مركزيه وحده لا دي جي بي واللي محاور صحيح وانتم كتعرفوا القوه الاقتصاديه ديال المانيا. علاش ما كاينش في اليابان اللي كاينه مركزيه نقابيه وحده رينغو؟ علاش ما كاينش في امريكا مركزيه وحده نقابيه لايف ال سي او واللائحه طويله؟ حيت كيقول لك انا كان اختيار ديمقراطي والتعدديه كان ساندوها مزيان. 34 يقسموا صفوف الطبقه العامله بحال هكاك لمصلحه من؟ شوف الطبقه العامله المغربيه الطبقه العامله بصفه عامه طبيعتها وحدويه ومصلحتها في الوحده النقابيه هي اللي قادره على تغيير موازين القوى والدفاع عن مصالح العمال. قلت بان الاتحاد المغربي للشغل هي نقابه مستقله، لماذا اصدرتم بلاغا عشيه الانتخابات التشريعيه السابقه وطالبتم بالتصويت العقابي للاحزاب التي كانت تقود التحالف الحكومي السابق؟ اليس هذا ممارسه السياسه من خلال النقابه؟ ولا حنا علاش تخلقنا على الخبز؟ على قلت لك في 55 ملي تخلقنا على تخلقنا على لوغمونطاسيون على الزياده في الاجور اصولنا السياسيه. حنا تخلقنا في الاتحاد المغربي للشغل لممارسة السياسة حينما نطالب باستقلال المغرب هي الأولى. ماشي هذه الوظائف ديال النقابة السي مخارج أنت اللي كتقوليها. كانت هناك حماية كما قلت لك سياسية وحماية نقابية. الوظيفة على لا حرية لا حرية وسط من الاستعمار. واش من مطالب وسط من الاستعمار؟ الميز اللي كان الا جيت نعدد لك اش كان ايام الحمايه وما تعاني الطبقه العامله غادي خصنا ساعات ومؤلفات. الاتحاد المغربي للشغل الا سمحتوا ثلاثه المبادئ عظيمه وكاع الناس اللي هنايا يموتوا عليها نموت ونحيا من اجل هذه المبادئ. اولا الاستقلاليه النقابيه عن الاحزاب السياسيه، الاستقلاليه النقابيه عن الحكومه، والاستقلاليه النقابيه عن ارباب العمل. هذا مبدا مقدس وهذا المبدا هو اللي كيصنف النقابات في العالم كنقابات اصيله. مثلا ملي كنقول لك حنا اعضاء في لا سي سي لا كونفدراسيون سانديكال انترناسيونال اللي هو اكبر تجمع نقابي، هادو ما كيقبلوش شيء اللي كان كيقبلوا النقابات اللي فيها اولا الاستقلاليه النقابيه على هذا الشيء. اذا هذا المبدا الثاني. المبدأ الأول، المبدأ ديالنا الثاني وهو الديمقراطية العمالية. قراراتنا نابعة من الأجهزة ديالنا ومن صنع العمال والعاملات ولا توحى إليهم من خارجهم من طرف حزب أو حكومة. ثم أخيرا نؤمن حتى النخاء بالوحدة النقابية. صحيح الأستاذة فرح أننا عشية الانتخابات بل قبل من الانتخابات بواحد العشرين يوم قبل من 7 أكتوبر أصدرنا بلاغا تاريخيا من بعد اجتمع الأجهزة ديال الاتحاد المغربي للشغل في مجلس وطني ومداولات وكما كتعلموا وسط من الاتحاد المغربي للشغل احنا الاتحاد المغربي للشغل ولكن المنخرطين ديالنا كنضمنوا لهم تعدد الانتماء السياسي وسط الاتحاد. راه الاتحاد المغربي للشغل ولكن ملي كيخرج لكل امرئ ما نوى كيمشي للحزب الذي يراه يتلائم وهويته الايديولوجيه ديالو. ويمكن لي نقول لك عندنا من لا دروات حتى لا غوش وكنفتخروا. هذا اذا اصدرنا هذا البيان التاريخي اللي فيه واحد الجمله بعد تحليل الاوضاع وقلنا فيه واحد الفقره عدم تزكيه الاحزاب اللي كانت مشاركه في الحكومه.
في هذه الانتخابات ديال 7 اكتوبر. علاش بغيتي الاستاذه 5 سنين وهذه الاحزاب كتجاهد فينا؟ لا زياده في الاجور ولا حوار اجتماعي ولا مفاوضات قطاعيه. غادي نتكلموا على هذا في المحور دابا سي مخارق الا سمحتي. سي مخارق ومن بعد نجيو نبقاو مربعين يدينا باش يضربوا. بالطبع درنا التصويت العقابي وكان مثمرا الاستاذ تيجيني مثمرا وكنفتخروا، وإلا تعودت الكره سنتخذ نفس طيب الموقف. فكره وصلت السي مخارق. عافاكم بدون تصفيقات الله يخليكم باش المشاهدين يتبعوا معنا هذا البرنامج، ما بقيناش الوقت بزاف، ولكن قبل ما نتناولوا هذا المحور ديال الحصيله ديال الحكومه السابقه غير باش نكونوا منصفين ايضا ونساليوا هذا يمكن هذا التقييم ولا ملخص تقييم ديال 62 سنه من تاريخ الاتحاد المغربي للشغل باش نكونوا منصفين. ثم اول نقابه ب 17.67% كما قلت، والنقابه اللي جات من وراكم يلا ب 9% يعني. ف باغي نسالكم السي مخرق، شنو هو السر ديالكم في انكم اول نقابه في المغرب؟ شنو هو السر ديالكم؟ كيفاش التعامل ديالكم؟ علاش الناس كتنخرط عندكم وما كتمشيش لنقابه اخرى؟ باش كتميز الاتحاد المغربي للشغل باش يتصدر هذا المكانه الاولى؟ لا سيتي جني 62 سنه ديال هذه المنظمه العظيمه العريقه التاريخيه قلتي نساليوها في هذا راه خص مجلدات ومجلدات على ما كرهناش حنا ما عندناش شي وقت. راه القدماء ديال الاتحاد راه ضحاوا بارواحهم ومحاوله الاختطاف ايام الرصاص، والاخ المحجوب بن صديق في 67 اعتقل وحكم بسنتين من اجل المواقف، وواحد السيد راه هو سي بوجيده من الناظور راه معتقل من اجل العمل النقابي ديالو. يمكن لي كاع نقول لك اذا كنفتخروا بمنظمتنا. الوغ كتقول لي السر انا يمكن نقول لك جوج الاسباب رئيسيه. اولا الاستقلاليه النقابيه عن الاحزاب السياسيه والحكومه، هذه الخدامه في جميع القطاعات المهنيه وعاو بها بان كيلجؤوا وكيجيو كل اسبوع كيجيو عندنا الالتحاقات ديال القطاعات الكبرى، وعاو بان المنظمه النقابيه اللي مستقله وما كتوظفهمش لاغراض سياسيه وسياسويه هي القبله ديالهم، والحمد لله التاريخ انصفنا. ثم كاين مجهود كبير ديال الامانه الوطنيه ديال قياده الاتحاد المغربي للشغل في ميدان التنظيم النقابي، كل اسبوع الا وكاين مؤتمرات جهويه لتصحيح التنظيم ولتخطيط الافاق المستقبليه، وما بقيناش غير كنشتغلوا بالطريقه التقليديه الروتينيه، كنخدموا بطريقه عصريه سي الاهداف بار اوبجيكتيف. هذه مهمه. ثم كاين هناك سياسه التنقيب ديال القطاعات الغير المنقبه وخاصه ما يسمى بالمهن الجديده للمغرب لي نوفو ميتي دي ماروك، مثلا في القطاع ديال تركيب الطائرات باعتزاز وافتخار الاتحاد المغربي للشغل اخترق هذا القطاع، ماشي بالطريقة السلبية، اخترقناه من أجل تحصينه من المزايدات النقابية. ويسرني الأسبوع الفارط أننا وقعنا أول اتفاقية جماعية مع واحد الشركة كبيرة ديال الطيران في تركيب الطيران في تركيب المعدات لي بياس ديال الطيران. هذه سياسه تنقيب مهمه. كذلك في ميدان لوطوموبيل تصنيع السيارات اللي جات من المهن الجديده بافتخار واعتزاز، كنفتخروا بالاخوان ديالنا ديال رونو نيسان اللي 8800 ديال الخدامه كلهم اتحاد مغربي للشغل ومن الشباب ومن الشابات. كذلك السياسه ديال التنقيب في قطاع الالكترونيك وقطاع النسيج. هذه الاستاذ تيجني والاخت فرح نتيجه ديال واحد العمل دؤوب قامت به القياده ديال الاتحاد المغربي للشغل والمناضلين والمناضلات في كل الاتحادات الجهويه والمحليه، اللي عندنا 68 مقر اتحاد جهوي، الاتحاد متجذر في جميع انحاء المغرب. شكرا سي مخرق. كذلك نقطه اخيره، الاتحاد المغربي للشغل يولي عناية خاصة
للتكوين النقابي والثقافة العمالية باش نزودوا المناضلين ديالنا وخاصة الشباب بالمعرفة وبالأدوات النقابية، وبالتالي هما اللي كيكونوا لي رولي ديالنا في لي كارتي اندستريال. طيب إذا سمحتوا انتم تكلمتوا قدمتوا يمكن هذا المحور حتى اللي غنتكلموا عليه، يمكن دائما في التفاعل بين العمل النقابي والعمل السياسي اللي تحدثتوا عليها السي مخاريق. يمكن أول شيء قبل ما نتكلموا على المجموعة ديال القطاعات اللي كتهم الطبقة الشغيلة والمطالب ديالها، تقييم ديالكم كنقابة كأول نقابة في المغرب الحصيلة الحكومية ديال الحكومة المنتهية ولايتها، شنو هما بالنسبة لكم النقاط أو لا التقييم ديالكم كنقابة، وشنو هما مثلا المشاريع أو لا الإصلاحات اللي كتمنوها اللي قامت بهم هذه الحكومة، أو لا الإصلاحات اللي قامت بها وانتم ما متفقينش معها أو لا ما قامت بها وانتم كنتوا كتطالبوا باش تقوم بهذه الحكومة؟ اش غنقول لك اودي سيتي جني، والله العظيم ما عرفتش كيفاش نجاوبك. هذه الحكومه ما عمرنا ما عشنا شي تجربه حكوميه في الاتحاد المغربي للشغل بحال اللي عشنا مع هذه الحكومه هذه، فهي فريده وغريبه من نوعها. باش نعطيك الحصيله نقول لك اللي قبل منهم اش درنا معاهم. مثلا حكومه ديال السيد ريج الطوح حينما كان وزير اول، حققنا مع هذيك الحكومة أروع المنجزات، حصلنا على زيادات في الحد الأدنى للأجر عدة مرات، 10 في 5 في 5، اللي بالطبع الحد الأدنى في الأجر من بعد كينعكس على باقي الأجور. تم إخراج مدونة الشغل اللي كانت حبيسة دهاليز الحكومات اللي تعاقبت بفضل هذه الحكومة، لأن عندها المقاربة التشاركية وعندها القدرة على الإنصات والحوار لمدة 6 شهور. وحنايا كنشتغلوا الحكومة أرباب العمل، وحنايا وخرجنا مدونة ديال الشغل عصرية متقدمة متوازنة اللي كتضمن التوازن ديال عالم الشغل. خرجنا وتي واحد ما يجي يتغنى بها يقول لك هذه الحكومه اللي دارتها مدونه التغطيه الصحيه ما يسمى بلامو وبالرامد، اللي ما كانش كما كتعلموا العمال والعاملات ما كانش عندهم تغطيه صحيه، اما كيكون عندهم اون ميتويال، واللي ثاني مره اخرى التعاضديات من صنع وخلق الاتحاد المغربي للشغل في مجموعة ديال القطاعات وللعمال كيستافدوا بها والعاملات وبزاف القطاعات. فخرجنا لامو واجتهدنا مع هذه الحكومة، وبالطبع كانت هناك مقاربة تشاركية مع السي دريج طو كوزير أول، ودائما غنبقى نقولها ونأكدها، حوار اجتماعي يفضي إلى اتفاق، ثم القدرة على الإنصات والتجاوب مع المشاكل ديال الطبقة العاملة المغربية. ثم حكومة عباس الفاسي الله يذكره بخير اللي كان بغي نحييه من هذا البرنامج، كذلك كان حوار اجتماعي، كانت مأسسة الحوار الاجتماعي، وحصلنا على مجموعة ديال النقاط لصالح الطبقة العاملة. لا ننسى وهذه سابقة أننا حصلنا على 600 درهم كزيادة في الأجور للموظفين ديال الإدارات العمومية والموظفين ديال المؤسسات العمومية لي زوفيس لي زيتابليسمون بيبليك، ثم مددناها إلى القطاع الخاص. فكيف من ولكن بالحوار وبالإنصات. طيب كذلك دابا وهذه الحكومة كذلك نقطة أخيرة وغادي في اتفاق 26 أبريل مع السي عباس فاسي 2011 حصلنا على زيادة في التعويضات العائلية من كانت 100-150 طلعنا على 200 درهم، واللائحة طويلة بما فيها إلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي. هذه الحكومة جات أولا قالت لك هذاك الاتفاق ديال 26 أبريل أنا كاع ما معترفة به، هوروزمون اللي السلطات العليا
طبقات الشطر الاول ديالو زياده ديال 600 درهم. استفدتي منها الاستاذه فرح انت ياك؟ واه قولي علينا فرحينا شي شويه كموظفه. قالت لك ما معترفه شيء بهذا الاتفاق ولا ما نكمل شيء تنفيذ ما تبقى منه. هذه الاولى. مع هذه الحكومه سيتي جني والاخت فرح انا كما قلت لكم 5 سنوات عجاف اللي مذكوره في القران هي هذه دابا اللي خاصنا معها. فلا حوار اجتماعي لا حوار اجتماعي ولا ايمان بالحوار الاجتماعي ولا مقاربة تشاركية من أجل ملفات مجتمعية تهم الجيل الحالي والجيل المستقبلي. بل أكثر من هذا هناك هجوم على الحريات النقابية. فهذه الحكومة عشنا معها رغم أن الاتحاد المغربي للشغل بالاستقلالية النقابية ديالو ملي عينو جلالة الملك في 2012 استقبل الأحزاب السياسية من أجل المناصب على كل حال وتشكيل الحكومة الله يعاونه. من بعد استقبل وفد من الاتحاد المغربي للشغل للإخوان ديالي متواجدين هنايا استقبلنا هنيناه قال لك الله يخليك باش تنصحوني. قلنا له شوف الله يخليك حنا نقابة عمالية اللي كنطلبوا منك وهي أي نقطة أي ملف كيتعلق بالطبقة العاملة خاص تشاورنا وتحاورنا معنا وراه غتلقى فينا المنظمة النقابية المسؤولة. قال لك ما كاين مشكل عندكم الحق. إمتى نجتمعوا؟ قلت له ودي بلاتي بلاتي ساعة بالإله راه بقي الله كتوجد حكومتك خذ بعدها واحد شهرين ومن بعد غادي نعطوك المطالب ديالنا والملفات ونوريوك كيفاش تحاور. فعلى كل حال حكومة وهنا لا أقصد الشخص ولا الحزب الذي ينتمي إليه. نحن نحترم السي عبد الإله بن كيران ونحترم حزب العدالة والتنمية ولكن السياسة ديالهم ما متفقينش معاهم. قبل إذا سمحتي أستاذة فرح ولكن كتكلموا راه ما كانش غير حزب العدالة والتنمية في الحكومة السابقة. كان حزب التقدم والاشتراكية وحنا نعرفوا حزب التقدم والاشتراكية قريب للنقابة ديالكم. كان حزب الحركة كان حزب الاستقلال الأول كان يعني حزب التجمع الوطني الأحرار. علاش يعني كل هذا اللوم غير على الممثل ديال حزب العدالة والتنمية سيد رئيس الحكومة؟ لأنه هو رئيس الحكومة. ولكن الأحزاب الأخرى واش ما كانش عندها كلمة ديالها مسموعة داخل الحكومة؟ ما كانش ولا كانوا اولا احنا ما قريب لنا حد ما قرب لحد. حنا كما صمت ليا انا قلت لك الاستقلاليه النقابيه. شوفوا السي نبيل بن عبد الله كيحضر معكم التجمع ديال الفتيح معي مثلا. ماشي بوحدو كيحضر بلاتي دابا غادي نتفاعل معكم كيحضر هو كاين كنغوتوا على السي مزوار السي العنصر المهم حنا كنغوتوا على كل من يؤمن ب القضية ديال الطبقة العاملة كيجي فاتح ماي وهذا شرف لي باش نبركو في المنصة الشرفية مع حنا اللي قريب لينا هو اللي كيدافع على المطالب ديالنا وكيصطف بجانبنا. حينما أصدرنا البلاغ ديالنا اللي قلنا عدم تزكية الأحزاب المكونة للحكومة لم تتحدث عن حزب واحد. نعم بربعة بهم يمكن لي نعطيكم سر عارفينه الإخوان ديالي غير خرج البلاغ ديالنا اتصل بي نبيل بن عبد الله صافا الرفيق ما كاين مشكل الله يخليك توصلنا بالبلاغ ديالكم واش حتى حنا قلت لي حتى انتوما وصافي. اعلام اللي كانوا كيبركوا كلهم ورئيس الحكومه كيترأسهم على لو كان حزب حليف الطبقه العامله كان ينسحب من الحكومه ملي مرر كلهم هاد المصيبه ديال التقاعد ديال الصندوق المغربي للتقاعد اللي غادي كاين شي محور غندوي عليه. نعم نعم. تفضل بسم الله زيد وشنو الموقف ديالكم باش تتكلموا بصفه عمليه على الحكومه كتسمي اصلحه الصندوق المغربي للتقاعد؟ بلاتي دابا باش نرى قليم قد قلتي لي ما هي المطالب. لا مازال المطالب بعد لا قلتي لي المطالب. لا غادي نجيو لها غادي نجيو لها يلاه نجيو ما كاين مشكل. التقييم ديال العمل الحكومي يمكن الاستاذ فار عندها شي سؤال. تقييم العمل الحكومي كما قلت لكم حكومة لم تستجب لمطالبنا بل مررت أبشع القوانين
في هاد الولايه ديالها. سي مخارق قانون وابلتي الاستاذ فرح تفضل. قانون التقاعد المشؤوم وانصفتنا لجنه طقس الحقائق غادي نرجعوا لها. التوظيف بالعقده في الوظيفه العموميه يعني ادخال الهشاشه في الوظيفه العموميه، وهذه ظاهره خطيره اللي دارتها. من بعد اقدمت على يمكنني ان اقول لكم المنكر حكم قاسي هذا السي مخارق. اياه وكنتحمل المسؤوليه ديالي. اقدمت على تمرير القانون التنظيمي للاضراب، وحنا كنسميوه القانون التكبيلي، غادي يكبل الخدامه للاضراب. شنو المشكل فيه؟ المشكل فيه وهو لاحظتوا بان بالاضراب راه واحد السلاح مهم في عقوبات أو حبسيه وعزاجريه غير الحبس. اول دستور البلاد قال حق الاضراب يبقى مضمون وقال ينظم بقانون وابلاتي راه حافظه نقول لك تلخرش فيه 1900 دستور 62 قال لو دروا دو غريف دومور غارونتي بالفرنسويه دومور يبقى ورجع للسطر وسيصدر قانون تنظيمي يحدد كيفيات بور رونفورسي. القانون لا يقنن. إذن أول دستور دار هاد ضمن هاد الحق ديال الإضراب. جاو الدساتير الأخرى من بعد جات هذه الحكومة بدون حوار بدون مشاورة بدون حتى إشعار. تخيلوا قانون كبير كيهم الحركة النقابية من اللي كيسمعوا الإخوان ديالنا في النقابات الدولية كيقول لك ما يمكنش حكومتكم دير هذا الشيء بدون حتى صيفط لنا السي عبد الإله بن كيران ولا وزيرو ديال الشغل نسخة يقول لك ها انتوما ودوزوه في المجلس ديالهم ولاحوه للبرلمان. بل يمكن لي نقول لكم خلافا حتى للتوجيهات ديال رئيس الدولة ديال جلالة الملك في الافتتاح ديال الجلسة التشريعية ديال البرلمان قال باقين مجموعة ديال القوانين التنظيمية، القانون ديال الأمازيغية، القانون ديال المناصفة، ثم القانون التنظيمي للإضراب. وقال جلالته بالحرف يجب أن تكون حول القانون التنظيمي للإضراب مشاورات واسعة وهو الشيء الذي لم يحصل، وأن يراعي مصلحة الطبقة العاملة ومصلحة المقاولة ومصلحة البلاد. هل تخشى سي مخارق أن يتم الجملة ديالي؟ نعم. هادو حتى التوجهات الملكية في الجلسة الافتتاحية للبرلمان. أنا كما قلت لك دابا اللي كندوي معاك ما عنديش نكوبي بطريقة رسمية لا أنا والإخوان ديالي. ف إيه حكم قاسي لأن هادو بغاو يمسحوا الحركة النقابية يسحقوها، ولكن راه ما يمكنش يسحقوا الحركة النقابية. أنتم شفتوا 62 سنة راه دوزناها أكثر من هادو اللي دازوا دابا. ما يمكنش يسحقوا الحركة النقابية، هما عندهم تهمة نقابة وكيحضر رئيس الحكومة الفاتح ماي الاحتفالات ديال عيد العمال. هادي من على كل حال بالخيرانية. اسمح لي خليه يجاوب عفاك. سي مخارق قد يقول قائل أنه لو كانت النقابات موحدة وعلى قلب رجل واحد لما استطاعت الحكومة تمرير كل هذه القوانين التي تسمونها مجحفة في حق الطبقة الشغيلة. ولو كانت الحكومة تقيم وزنا للنقابات لفكرت ألف مرة قبل أن ترفع الأسعار، قبل أن ترفع الدعم على المحروقات، قبل أن ترفع من تسعيرة الماء والكهرباء، قبل أن تمرر قانون التقاعد وقانون التعاضد، وستمرر قانون الإضراب رغما عن النقابات. أشهد معكم في النقابة سي مخالف. هذه اللي قلتي بدون انتماء نقابي لي سوز ابارتون بحال هاد النهار، ولكن ظريفه مزيانه هذه. لا استاذه، الاتحاد المغربي للشغل طيله هذه الخمس سنوات قام بمبادرات نضاليه كبيره
بدءا بالمسيرات العمالية، مسيرة 6 أبريل غتبقى للتاريخ في الدار البيضاء. نعم. يعني حشود جات من المغرب كلها احتجاجا على هذه السياسات الحكومية اللي متبعها الحكومة بن كيران. كذلك الإضرابات القطاعية وخاصة القطاع ديال الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، ثم لأول مرة باش الاتحاد المغربي للشغل يقوم بإضراب عام في القطاع الخاص والقطاع العام والشبه العمومي والجماعات المحلية، ثم مبادرة أخرى باش ترجع الحكومة إلى جادة الصواب، وهي قاطعنا ولأول مرة في تاريخ الاتحاد المغربي للشغل الاحتفالات ديال فاتح ماي، وكانت صرخة قوية في وجه الحكومة وموجعة، حتى أن واحد الوزير فيهم قال كون غير داروا الإضراب وما قطعوا شيء الاحتفالات فاتح ماي. استعملنا جميع الوسائل النضالية، ولكن اللي قدام حكومة ورئيس حكومة متعنتين ومتعنت لا يؤمن لا بالحوار ولا فضيلة الحوار والتفاوض ولا بالمقاربة التشاركية، اش بغيتي نديروا؟ نمشيو للبلاد الهلاك نبقاو نديروا الاضرابات لا نهايه؟ نعم. لا راه من غير شي حوايج، راه بلادنا هذا. نعم. راه الاقتصاد بلادنا. اشنو هذن بالمقاوله المغربيه ملي كانوا وقفوا مثلا القطاع ديال ليداك تلمى والضو يلا والناس مساكن كيتعبوا؟ نعم. ولا كانوا وقفوا التراموي ديال الدار البيضاء؟ نعم. ولا نعم. ف خليناهم على كل حال. واحد المشروع او لا اصلاح اللي تم التصويت عليه وتقدم من طرف هذه الحكومة واللي انتقدته بشدة هو يسمى بإصلاح التقاعد ولا إصلاح صندوق المغربي للتقاعد، أعطيته فيه حكم قاسي جدا سميته بالكارثة إلى آخره. مؤخرا مجلس الاستشاري لجنة تقصي الحقائق ديالو اللي كيترأسها الأستاذ عز بن عزوز أعطت خلاصات وتوصيات، ومن بين واحد التوصية اللي مهمة جدا هو طلبت بتجميد هذا الإصلاح المقياسي. أنتم كنتوا كاتحاد المغربي للشغل صوتوا ضد هذا المشروع ديال الإصلاح ديال الحكومة. طيب عندكم عليه مجموعة ديال الانتقادات يمكن تذكروها بعجالة إلى بغيتوا، ولكن احنا اللي كيهمنا وما بعد هذه التوصيات. شكرا الأخ تيجني. يجب التذكير بالموقف الثابت للاتحاد المغربي للشغل ملي تجبد هذا الملف اللي هذه الحكومه ما كانت عارفه فيه والو، بعدا راه حنا اللي نبهنا. وقبل منها كانت واحد اللجنه وطنيه لاصلاح انظمه التقاعد اللي كان دارها السيد دريس جطو، وكنا غاديين فيها الامناء المركزيات. نعم. وارباب العمل، وكانوا سيناريوهات للاصلاح. اما هذا الشيء اللي قامت به هذه الحكومه لا نطلق عليه اسم اصلاح، فهو فساد. للتذكير بعجالة للمشاهدين والمشاهدات، بغاو يزيدوا في سن التقاعد إلى 63 سنة ومن بعد 65 سنة، أرى 63 غير مرحلية. أتظنون أن مثلا رجال ونساء التعليم يبقوا 63 و 65 سنة وبغينا الجودة ديال التعليم، ولا الممرضين والممرضات باش يقابلوا المرضى غادي يوليو المرضى وما يقابلوهم، والناس اللي كيخدموا في شي أعمال شاقة؟ إذا بغاو يزيدوا في سن التقاعد، وهذا الشيء اللي داروا. من بعد يزيدوا في الانخراطات من 20 إلى 28%، وبالمناصفة الموظفين والخدام يخلصوا 50% والدولة كمشغل 50% خلافا للأعراف. ثلثين والثلث، وهذه من أدبيات الاتحاد المغربي للشغل. ثم ما هو خطير؟ وهو تخفيض معاشات التقاعد ما بين 20 و 30%، وهنا عندي جدول ديال اش غادي يضيع لعباد الله. فإذا هذا وتم طريقة الاحتساب. دابا باش الموظف والأجير كيخرج كيحسبوا له السنة بجوج ونصف المية. نعم. هما داروها بجوج، إذا غادي ياخذوا ما نسميه بلي بونسيون مينوري. وهذا ما نسميه في الاتحاد المغربي للشغل بالمثلث الملعون اللي قامت به الحكومه. ولكن الحكومه كتقول لك بانه ما كاينش شي طريقه اخرى باش ننقدوا هذا الصندوق المغربي للتقاعد، راه غادي للافلاس. الحكومه من الواجب ديالها انها تقوم باصلاح ديال هذا الصندوق. السي مخارق، شوف احنا ماشي ضد الاصلاح ديال الصندوق، بل احنا من اول منادى واثار الانتباه
إلى الأوضاع في الصندوق المغربي للتقاعد. إذن الحكومة بدون مقاربة تشاركية ورغم الاحتجاجات ورغم المذكرات، وأنا شخصيا إما في إطار شي جلسة ولا ملي بعض المرات السي بن كيران كيقول لك الله يرحم باك غير قول لي فهمني، كنفهمو كنقول له راه ماشي مشكل في الإصلاحات المقياسية لي ريفورم باراميتريك، راه مشكل ديال الحكامة دو غوفرنونس، وهذا الشيء اللي بين هذا التقرير هذا. فتحداو الفرقاء الاجتماعيين من بعد داو هرب وتم تهريب الملف إلى الغرفة الثانية في مجلس المستشارين، ومرروه بطريقة تحايلية انطلاقا من حسيبات سياسية في أفق غادي يجيو الانتخابات وغادي تكون واحد الحكومة وغادي يعطيو لشي وحدين شي مناصب وزارية. شكون كتقصدوا؟ غادي نقول لك من بعد شكون. ومن بعد الاتحاد المغربي للشغل كان موقفه واضح، قال لا كنتم تطالبون بالإصلاح الشمولي، قال لا بعد لهذا المشروع المشؤوم وسيبقى يقول لا، ولكن ما قلناش غير لا وصافي، قلنا البديل. شنو هو البديل اللي اقترحته؟ البديل قلنا إلا بغيتوا تديروا بعد الإصلاح خصكم تصلحوا القطب العمومي كله، الصندوق المغربي للتقاعد زائد صندوق لأقولها وأؤكدها وأتحمل المسؤولية ديالي صندوق المنكر، وهو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لو ار سي ار اللي كيعطي لهذا اللي ما فيهش أزمة. هذا الار سي ار ما فيهش أزمة، ما عندوش أزمة، لأن ماشي حيت الحكامة فيه مزيان، لأن كيعطي لي بونسيون مينوري. تخيل مثلا واحد مينوري يا أستاذ، مثلا واحد كيشد 6000 درهم في الشهر من خارج في هذا الصندوق، كاين في لي زوفيس في المؤسسات العمومية وحتى في الوظيفة العمومية، يمكن ملي غادي يخرج للتقاعد غادي يخرج بالثلث ديال الأجرة ديالو. طريقة الاحتساب فاسدة. إذن علاش فاسدة؟ لأنك ياخذوا المعدل ديال الأجور اللي تقاضى طيلة الحياة المهنية ديالو. يمكن دخل بليشيل 6 مثلا كان كيشد ملي يلاه دخل واحد 800 درهم، مشى قرا ولا دار مباراة ديال الترقية ولا في السلم 11 كيشدوا له المعدل ديال الأجور وكتم تخفيض. إذن قلنا لهم يجب إصلاح القطب العمومي كله، ثم ماذا؟ سيمار إر سيار. ومن بعد مقترح آخر وكنقول لهم هذا القطب العمومي غادي يطلب شوية الوقت، بينما أرى نديروا بعض الإصلاحات المقياسية، مثلا سن التقاعد باش يكون إجباري يبقاو مخلين عباد الله حتى 63 و 65 ديروه اختياري مثلا، هو ما أوصت به اللجنة باش زيدوا. حنا مستعدين نزيدوا في الاشتراكات ديال التقاعد، ولكن ماشي 50% علينا و 50% على الدولة. الأعراف ديال منظمة العمل الدولية تقول ثلثين على الدولة والثلث، نزيدوا الثلثين والثلث، ولكن تخفيض سن تخفيض المعاش ديال التقاعد حرام. سي مخاريق انتم حرام، لأن المتقاعد ملي كيخرج للتقاعد عاد خصو معاش مريح، إما المرض والوليدات باقيين كيتحملهم إلى آخره. ولكن ملي كتكلموا كيتبادر لنا للذهن يمكن عن خطأ أو عن صواب، بأن بحال كأنه الحكومة ما كانتش باغيه المنفعه العامه ولا المصلحه العامه ولا يعني غاديه ضد هذا الشيء اللي كطالبوا به، اللي كيبان بانه عين العقل. واش في نظركم كاين املاءات خارجيه ولا كاينه شي حاجه اخرى؟ الا كانت فعلا انه الحكومه ما غاديش في الطرح اللي طرحينه انتم، شنو السبب اللي خلات الحكومه تستمر في الاصلاح رغم هذه الانتقادات اللي كتوجه؟ الله يفتح عليك، غير ما تبقاش تستعمل لي الكلمه اصلاح لانك كتألمني. قول غير الملف ديال التقاعد، لأن هذا التقرير اللي جا ديال طقس الحقائق عظيم. علاش داروا هذا الشيء؟ أولا لا يؤمنون بالمقاربة التشاركية، بالنسبة لهم سي لا بونسي اونيك، الرأي الوحيد هما اللي، وهذا خطأ. ثانيا كاين شوية ديال الحرفية
ما كاين شي وحدين ما عارفينش الملف ديال التقاعد. الوغ بهذه المناسبه التقاعد وحاجه اخرى يمكن بهذه المناسبه جا التقرير ديال لجنه التقصي الحقائق ملي كاع تم التصويت وداز غير بثلاثه ديال الاصوات هذاك في المجلس المستشارين بثلاثه ديال الاصوات هزيله وعلى كل حال ملف التقاعد فما بقيناش شيء مربعين يدينا درنا الاتصالات ديالنا داخل المجلس المستشارين من طرف الاخوان البرلمانيين والبرلمانيات ديالنا والفريق ديالنا ثم طالبنا بلجنة التقصي الحقائق مع مجموعه ديال الاحزاب السياسيه وهو ما وتكونت واشتغلت ثم جاء التقرير وكان بغي بهذه المناسبه باش نهني بحراره اولا مجلس المستشارين ثم اعضاء لجنه التقصي الحقائق اللي رغم الصعوبات للوصول الى المعلومه ورفض الحضور وارفض الحضور هذه معكم في النقابة ما فيهاش ارفض الحضور سي انا لست مع النقابة انا كنهضر على داكشي اللي في التقرير كتعيشي الواقع الاستاذة كنعنيك لانك انا كنقول ما جاء في التقرير جاء في التقرير ما جاء أن بعد ما ما جاء في التقرير ومتبعه وهذا الشيء مهم دونك اذا كنبغي نهني اللجنة رغم الحصول على المعلومة والو حيت ما كانوش لي زارشيف وقلت لها كان الزيار ثم كما قلتي وجا في التقرير واحد جوج الوزاره كانوا كيجيو يتبردوا علينا في التلفزيون ندوزو كيبينوا هذا الملف ديال التقاعد وغادي ايوا ملي ما بقاوش وزاره واستدعاوهم لجنه التقصي الحقائق رفضوا حتى يحضروا حتى صيفطوا لهم العون القضائي جوج مرات باش جابهم بلا ما جبد سميتهم فالتقرير عظيم كيدل على سوء تدبير مدخرات ديال العمال والعاملين في الصندوق المغربي للتقاعد. اولا ما يسمى بالمشكل ديال لي طونشيتي المعاشات المدنيه وخلافا للقانون وهنا كاع اللي جاوا قالوا ودي ما متفقين شيء حتى وزير الماليه السابق سي فتح الله والعلو اللي قال كلمه حق كان ما كانش لي طونشيتي ما بين المعاشات المدنيه والمعاشات العسكريه كيفاش لي طونشيتي المشاهدين باش يستوعبوا حنا الجيش ديالنا والمتقاعدين ديال الجيش ديالنا كنحترموهم نعطيهم دمنا ورزقنا ولكن في اطار القانون الموضوعات ديال المعاشات المدنيه الاحتياطات كانت تحول في شكل تسبيقات وراه بالملايير ديال الدراهم تمشي للمعاشات العسكريه هذه النقطه الاولى وذكر معاشات بصيغه مشبوهه شنو كان كيقصد التقرير كيقول بان هناك معاشات تصرف ما كانش الكونترول يمكن معاشات كتعطى بحال هكاك ماتوا متقاعدين وبقات المعاشات كتحول لهم ثم ما هو خطير ونادى بالاتحاد المغربي للشغل هو الاول كيقول وك وك عباد الله راه الدوله كمشغل ما كانش كتادي ما عليها لمده 40 سنه وتقدر بالمليارات انذاك قدرت لمده 40 عام قدرت ب 19 مليار اون برينسيبال دون احتساب الفوائد دون هادشي اللي قلت البرينسيبال دون احتساب الفوائد فتخيلوا معي كون الدوله عطات 19 مليار ديالها لما كان الصندوق غادي يعيش هذا اذا هذا ماشي مشكل ديال هذه الحكومه حكومات سابقه كتحمل مسؤوليه في هذا التسيير في هذا عدم الحكامه ديال هذا الصندوق تماما الحكومات المتعاقبه ولكن هذه الحكومه طب السؤال اين كانت النقابات في هذه الحكومات السابقه كنا لاجل المطالبه باصلاح هذا الصندوق كنا نندد ونحتج وانا كما قلت لك في عهد السيد ريج الطو تبين ما كانش خبارهم انا باقي اتذكر واحد النهار السيد ريج الطو بطريقته طيب واللبقه والطيبوبه ديالو هو والسي فتح الله والعلو غوت على وفد من الاتحاد المغربي للشغل قال له ودي راه لاكيس مارو كان دروترات غتعيش واحد الازمه من دابا واحد الخمس سنين الله يخليكم بغينا نهزوا الانخراطات من 7 ل 10% باش نقضوا ومن بعد نشوفوا نديروا واحد قلنا له السيد ريج الطو مرحبا ايه ما كاين مشكل
ولكن واش خبرك بأن الدولة كمشغل لم تؤدي ما عليها منذ عام 1958؟ قال لي لا ما يمكنش، سوى العلومة كانت خبار والو، مهلناهم أسبوع. هذه خطير من كتشوف وزير أول وزير المالية ما خبرهمش بأن ما الدولة ما كتخلصش. إيه وغنقول راه قال التقرير هنا، علاش؟ قال التقرير هنا لأن الصندوق المغربي للتقاعد كان ملحق لوزارة المالية، وبأن كاع المدخرات ديالو والمودعات ديالو تضخ في الميزانيات التسيير وفي مسائل ديال البذخ اللي لا داعي باش نذكرها. فقلت لك مهلناهم أسبوع من اللي جاو، يعني اعترفوا قبلنا باش نزيدوا من 7 ل 10%. طيب. كوتيزاسيون. شنو مطلوب دابا؟ كوتيزاسيون، ولكن الدولة تخلص ما عليها. طيب. ما خلصوا شيء. دابا استاذ، التوصيات ملزمة للحكومة أو لا؟ قبل من التوصيات كاين مشكل ديال العقارات هنايا. واش دابا غير تخيلوا من بين سوء الحكامة مشاو بناو واحد المقر مركزي فخم هنا في الرباط في واحد الحي راقي، شراوه ما عرف شحال من مليار وبناوه مليار. شكون اللي بناوه؟ شكون؟ احنا بعد اولا كنحاولوا نحملوا الاداره ثم الوزاره الوصيه، وهي وزاره الماليه هي الوزاره الوصيه على هذا الصندوق هذا. اللجنه ملي جات كتفتح ما لقاتش شيء. هذا المقر اللي في شارع العرعار في حي الرياض باقي جديد، ما كاع ما مسجل بارمي لو الباتريموان ديال الصندوق المغربي للتقاعد. ديال الصندوق المغربي للتقاعد مشاو كيديروا دي استثمارات في امور اللي هي باينه غير مربحه. لوبيراسيون مناجيم، لوبيراسيون بي ان دي او، معروف هذا الشيء. طبعا شنو المطلوب باش حسن الحكمه؟ من ما فهمتش شنو كطالبوا. لا اولا بالاضافه لهذه التوصيات، اولا هذا الى التجميد ما كانش، الى التجميد خص هذا قرار حكومي على ما اظن، ولكن شنو هما بالنسبه لكم حاجه اللي خص هذا الصندوق يقوم بها بعجاله من اجل أولاً استدراك هذه الخسارات؟ احنا كيف ما كان الحال هذه بلادنا ومغربنا وهذا الصندوق المغربي للتقاعد نبغيو تما، وقع ما وقع، ولكن يجب على الحكومه أن تعترف بالذنب ديالها بأنها أخطأت حينما مررت هذا المشروع المشؤوم. سي مخارق خليني نجاوب هذه التوصيات. نعم. توصيات 7 رائعة. رائعة. يجب أولا احنا نتشبث بهذه التوصيات. يجب على الدولة أن تؤدي لمدة 40 سنة. وهذاك الفائض اللي كانت كتعطي المعاشات العسكريه دوزوا المعاشات المدنيه، ثم تحديد حجم المتاخرات. وقالت التقرير ماشي غير يجيو هما يحسبوا بوحدهم، راه حنا كنعرفوا نحسبوا في اطار الحوار الاجتماعي، راه حنا هما لي بايور دو فون، راه حنا هما اللي كنخلصوا. من بعد 3 وهي اللي مهم، تجميد الاصلاح المقياسي والرجوع الى تفعيل توصيات اللجنه الوطنيه للاصلاح. ولكن هذا الشيء غير ملزم لانه ماشي حكم قضائي، هذا هذه التوصيات خرج بها خرجت بها لجنه تقصي الحقائق عن المجلس المستشاري. وعلى لجنه تقصي الحقائق منين جات؟ راه جات من طرف مؤسسه دستوريه. وعلاش دايرين حنا هذا البرلمان وهذه لجنه تقصي الحقائق والمشرع علاش دارها وعطاها قوه القانون وحتى المداولات ديالها سريه؟ إلا بغينا نكونوا في دولة الحق والقانون يجب تفعيل هذه التوصيات. طيب يمكن غادي تجميد هذا الشيء. من بعد أستاذ راك استقلالية الصندوق عن ما يبقى شيء، وزارة المالية هي اللي كتضخ الميزانية ديالو. أنا نظن سي مخارق غادي نتكلموا على هذه في الملف المطلبي ديالكم، يمكن غادي ترجعوه في النقاش ديالكم على الممثلين ديال الحكومة المقبلة. ما كاين مشكلة على هذا الشيء، ولكن غير في إطار التساوي بين العمال، كاين العمال ديال القطاع العام والعمال ديال القطاع الخاص. مثلا وانا كنهي هذه الحلقه اتصلوا بيا شي ناس قال لك مثلا احنا عندنا كنشتغلوا في القطاع الخاص، عندنا واحد الراتب مهم نوعا ما، ولكن ملي كنمشيو للتقاعد كاين تقريبا التقاعد ديالنا كيكون واحد يعني رقم مزري جدا. واش كاين شي ما عرفتش اهتمام اجراء واحد التساوي ولا واحد المساواه في التعامل بين القطاعين او بين القطبين؟ عندهم الحق. غير للتذكير، هذا الشيء اللي بدات فيه الحكومه راه بدا كيقطعوا العباد الله. السلاليم الدنيا 1500 درهم سنويا مشات لهم،
هادو غير لي سكرتير لي كومي من بعد 2500 ومشات حتى ل 5000 درهم في العام. ها هما بداو بعدا هذا ينقصوا لهم الاجره ديالهم. اذا الاتحاد المغربي للشغل يقول يجب اصلاح القطب العمومي، راه قلت لكم، ثم كاين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معروف بالسي ان اس اس، اللي معروف بالسي ان اس اس، اللي حتى هو فيه مشكل كبير. يا الله 3 مليون اللي مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اللي عندهم تغطية اجتماعية، اللي مصرح بهم ديكلاري. ولكن اللي مهم دابا 3 المليون، حول 5 المليون و800 اللي خصهم يكونوا، فين مشات هذيك 2 المليون و800 الاخرى ديال الفرق؟ اذا كاين هناك تهريب اجتماعي. ولكن اللي مهم ثاني اكثر، يالله 50% سون ديكلاري 12 شهر على 12 شهر، يمكن السيتي جني تخدم عند شي مقاوله ويديكلاريك في لا سي ان اس اس شهير ومن بعد صافي. الور الصندوق كيبقى يحسبك راك ديكلاري، ولكن يلاه 50% من هاد 3 المليون اللي هما مصرح بهم 12 شهر على 12 شهر و26 يوم على 26 يوم. إذا هناك تهريب اجتماعي من طرف المقاولات أمام مرأة ومسمع من يهمهم الأمر. بل أقول أكثر من هذا، أكثر من هذا، تخيلوا معي أن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موظف 700 ديال الممرضين والممرضات في المصحات ديال الضمان الاجتماعي عبر التراب الوطني. فالصندوق الوطني السي ان اس اس اللي خصو يعطي المثال ويصرح بالخدامه ديالو براسو، هاد 700 ديال لي زانفيرمي وزانفيرميير ما كيصرحش بهم وما كيديكلاريهمش عنده، وبالتالي الصندوق اللي خصو يكون نموذج كيعطي المثال بان التصريح فهو شرط اش كيقولوا كفايه ماشي. فهاد الناس مثلا، هاد 700 اللي خدامين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وماشي ومصرحش بهم، ومن هنا كنعلن تضامن تام ديال الاتحاد المغربي للشغل وديال الجامعه الوطنيه للضمان الاجتماعي ديال الاتحاد المغربي للشغل، وكنساندهم في الاضرابات البطوليه اللي كياخذوها. طيب نشوفوا شويه المستقبل. فاذا ما عندهم لا تغطيه اجتماعيه، بل اكثر من هذا استاذه، تخيلي دابا انت يا اون انفيرميير خدامه دون زين بولي كلينيك ديال لا سي ان اس اس، كداوي الناس وكيجيبوا لي بريزون شارج ولامو، ولكن لا قدر الله الا تحطي مريضه ما عندكش التغطيه الصحيه، تداوي. واش هذا الشيء ماشي واش هذا الشيء ماشي من الحماقه؟ طيب الفكرة وصلت السي مخاريق. باش نجاوبك قلت قالوا لك كياخذوا غير اجر قليل، لان القانون ديال الضمان الاجتماعي لو سالير الاجرة بلافوني 6000 درهم، تخدم حياتك كلها وتنخرط كلها، طريقة الاحتساب غادي يحسبوها لك على 6000 درهم، وغادي ياخذوا لك 70% وغادي تجيك يا الله سيتي جني لا قدر الله 4200 درهم. هو يكون بعض المرات كيتخلص، هو كيكون اطار مثلا كيكون 10000 10000 15 20000 يلاه كتجي 4000. التعويضات كثيره والاجر الاساس قليل. لا حنا في الاطار الاصلاح كنقولوا اصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي كنسميو له دي بلافونمون على 6000 درهم، ومن بعد تقاعد تكميلي اجباري من طرف واحد الصندوق اسمه لا سي اي ام ار، لا كيس انتر بروفيسيونيل ماروكان. طيب سي مخاريق الفكره وصلت، طبعا يمكن ندوزوا هذا المحور الثالث وهو اللي نرجعوا فيه خير، وهو كيفاش المستقبل تعاملوا مع انتم كنقابه ولكن النقابات الاخرى، لان ما غاديش تكونوا بوحدكم اللي غادي يمكن تستشركم هذه الحكومه المقبله ولا الممثلين عنها. طيب الى مثلا رئيس الحكومه المقبل هو وزراء معنيين بالقطاعات المختلفة استدعاوكم وقالوا لكم السي مخاريق انتم كأمين عام ديال أقدم نقابة في المغرب تبارك الله عليكم احتليتوا المرتبة الأولى، شنو هو الملف المطلبي ديالكم أو المسائل اللي كتشوفوها مستعجلة خاص الحكومة تشتغل عليها باش نزيدوا القدام اللي ما فيه خير الطبقة العاملة والشغيلة والبلد؟ شنو هما بالنسبة لكم هذه القطاعات الحيوية والمستعجلة؟ المطالب ولا المطالب الحيوية؟
لا طبعا انا كنبغي ناكد بان كنتمناو السي عثماني النجاح، كنتمنى له باش يغير المقاربه ديالو تجاه الطبقه العامله وتجاه الحركه النقابيه ويامن بفضيله الحوار الاجتماعي. مطالبنا 12 واضحه. اولا اي نقابه في العالم كتطالب بزياده عامه في الاجور وفي المعاشات والرفع من الحد الادنى للاجر. واخا الوضعيه الاقتصاديه ما بعض الاحيان ما تكونش مناسبه. احنا ملي كنطالبوا زياده عامه في الاجور على حساب اولا الغلاء ديال المعيشه، على حساب الانفلاسيون، على حساب بزاف ديال المعطيات والتدخل. راه ما كنجيوش نقولوا غا عطيونا. ولكن الزياده العامه في الاجر كتساوي 40 مليار ديال الدرهم كما قال رئيس الحكومه في احدى جلسات المساءله. واش ميزانيه الدوله تتحمل وانتم تعلمون توازنات ضروره التوازنات الماكرو اقتصاديه نسبه عجز الميزانيه في القانون الماليه ديال 2017 كيحددها في 3.3%. هناك ارتفاع ديال نسبه الديون على المستوى الديون الخارجيه. واش هذا الشيء قابل للتطبيق السي مخارق؟ واش هاد المطالب عقلانية وقابلة للتطبيق؟ عقلانية ومدروسة ومبنية على إحصائيات. علاه ملي كنفيقوا الصباح المغاربة كلهم والعمال والمأجورين على إيقاع الزيادة في كل المواد الأساسية. يجب السلم المتحرك للأجور والأسعار لاندكساسيون. يجب. فإذا زيادة عامة في الأجور في المعاشات والرفع من الحد الادنى للاجر، ولا سمحتوا لي غادي نتوقف غير على لو سميك عندنا هنايا مع توحيده مع لو سماك. لو سميك عندنا 2000 دابا 2570 درهم فاصلة 80. وكاين اللي ما كيشدهاش. هادي انا كنقول زعما واحد المقاوله مطبقه وتا لو سميك. وخصك باش تاخذ هاد 2570 درهم تخدم 48 ساعه في الاسبوع. بينما حنا عارفين بعض المقاولات الذين يمارسون التهريب الاجتماعي، يلاه خدم اللي بغيتي، يلاه كيعطيك 1500 درهم وكيكمل لك بالتعويضات العائليه. الدراسه اللي درنا في الاتحاد المغربي للشغل، هاد 2570 درهم فاصلة 80 بالنسبه لواحد العامل والزوجه ديالو وطفل ما يمكن له يعيش بها وبأبسط الحاجيات إلا 9 أيام صافي. ويبدا في الديكوفير. ماشي الديكوفير، لأن لو سميكار حتى واحد ما كيبغي يسلفو، كيعيش في البؤس والفاقة لولا التضامن العائلي لا ما كان والو صافي. فإذا نطالب بالرفع من الحد الأدنى للأجر وتوحيده مع القطاع الفلاحي، لأن دابا القطاع الفلاحي يلاه 1812 درهم. ما معنى الميز بين قطاعين، القطاع التجاري والصناعي والقطاع الفلاحي؟ من بعد تخفيض الضريبة عن الأجور وعن الدخل وتحسين الدخل بالنسبة لأي فئة سي مخارج؟ الكل شيء. الموظفين حتى الأجور العليا. دابا انا غير قلت تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور ومن تما كنقولوا لوغمونطاسيون تحسين الدخل. واش كتعرفوا وخص المشاهدين يعرفوا بان احنا في المغرب الطبقه العامله هي الشريحه الوحيده التي تؤدي بعدا بانتظام وبدون تهرب جبائي الضريبه ديالها لانها تقتطع من المنبع على سورس. ثانيا النسبه عاليه بالقياس مع كل دول البحر الابيض المتوسط، كتمشي من 10% حتى ل 38%. يعني واحد النسبه اللي هي كبيره بزاف. غير ما بقناش الوقت السي مخارق، استسمح عندكم مجموعه ديال المطالب من المطلبي اللي غادي تطرحوه لهذه الحكومه المقبله، ولكن عمليا السي مخارق كيفاش غادي تقنعوا الحكومه باش انها اولا تسمع لكم وثانيا انها تدخل معكم يمكن في حوار من اجل تحقيق هذه المطالب؟ شنو هما وسائل الضغط والاقناع اللي كان عند النقابه ديالكم والنقابه الاخرى بصفه عامه باش تحاوروا مع الحكومه؟ دابا هذه المطالب ديالنا دقيقه الا سمحت. لا في دقيقه مدروسه موضوعيه. نحاور من يحاورنا، نتفاوض مع من يتفاوض معنا، ومن يريد ذلك من غير ذلك احنا مستعدين. بعبارة نقابية وحسب أدبيات الاتحاد المغربي للشغل سنستعمل
مع سلعة ثماني والحكومة ديالو المقبلة اللي ما عرفناش لا لونها ولا طعمها كيفاش غادي يكون. قوة الحجة لا فورس دو لارغيمون غادي نقنعوه. واش ما قدرتوش تعملوا مع الحكومة السابقة كيفاش غيتعاملوا مع الحكومات؟ حيت ما بغاش الآخر. وهاد وشنو الضمانات اللي عندكم باش هذا يبغي؟ هو إذا عادوا عدنا إلى من بعد إلى ما بغاش قوة الحجة غادي نستعملوا قوة حجة القوة. فكرة وصلت. شكرا. الإضراب والاحتجاج هو قوتنا اليومي. شكرا السيد الميلودي المخارق. كانت هذه الكلمة الأخيرة ديال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل. وإذا عادوا عدنا كنشكركم على المشاركة ديالكم. كنشكر أخت فرح سعد. شكرا على وجهك. وكنشكر إخوان المشاهدين والمشاهدات والحضور الكريم. والحلقة المقبلة إن شاء الله كان مع الأستاذ عبد الرحمن العدوي برنامج قضايا وآراء. والحلقة ديال الضيف الأولى ما بعدها مع الأستاذة المناضلة الفاعلة الجمعوية عائشة الشنا. كونوا في الموعد 4 أبريل إن شاء الله. إلى ذلك الحين مع السلامة.